هذه ساعتنا الثالثة من ويكاند على الكيف. مرحبا بكل الأصدقاء كل المتابعين. مشوارنا مازال متواصل معكم حتى النصف النهار. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا. التحقت بنا في الاستوديو أخصائية التغذية شيمة العياري. صباح الأنوار شيمة. صباح النور إيمان. إن شاء الله نهاركم زين يا ربي. إن شاء الله ويكاند يكون مزيان على الناس الكل. العباد الكل ظهلت بحر اليوم وي والتبحيره والصيف والماكله والتبلبيز. وكي نشوفوا شيماء بيان سور لازمنا نتفكروا اللياقه نتاعنا البدنيه توت سويت. نكتشفوا موضوعنا في بوان سانتي. بوان سانتي في بوان سانتي باش نحكيو على موضوع اللي تعب برشا النساء والا الرجال وقت اللي نحكيو على الدهون. لكن مش كل الدهون, نحكيو على الدهون اللي تتراكم سواء في البطن سواء في الارداف والا حتى في الرقبه, واللي هي من اصعب الدهون باش نحيهم, من اصعب الدهون باش نتخلصوا منهم. مهم جدا نفهموا كيفاش تتراكم الدهون هذيك, من بعد نعرفوا الاليات نتاع هكا اللي تعاوننا باش نقصوا الشحم, نوعيه الشحم هذيك. هي تخلينا نفسروا ساعة الدهون هذية في البدن ولا الشحم في البدن متراكمة في بلاصة واحدة. شو إيمان, ساعات واحد يقول لك أنا مش مقلقني السمن متاعي ولا مش مقلقني السوغبوا اللي أنا فيه, ولكن مقلقتني البختي هذية نحب نقص منها. البختي هذيك راهو الدهون تمشي تتراكم في بلاصة واحدة, وقت اللي صاي البلاصة هذيك تتعبها تمشي لبلاصة أخرى. سي توتا في نورمال باش تلقى الشحم متراكم في بلاصة كلك سوا في الكرش في الأرداف كيما قلت أنت في الرقبة. دونك أول حاجة هي تنجم تخزن فيها الدهون, الجسم بتاعنا يخزن فيها الدهون هي منطقة البطن, خاطر لي زورغان و سيستيم ديجيستيف الجهاز الهضمي الكل إيمان. خاطر راهو بعد اللسان عندنا في الجهاز الهضمي عندنا الكبدة, بعد ديزانتيستان والكل هذاك الكل الجهاز الهضمي الداخل يبدا الكل وهذاك مغلف بالشحم. بعد أنت فيزويلمون تشوفك الكرش اللي خارجة كلك سوا الكرش, نجم تكون شحم متراكم فيها اللي هو ظهر والداخل الزغقان الكل يكونوا متراكمين بالشحم اللي هو أخيب شحم يكون متراكم في الكرش, على خاطر راهو الأعضاء متاعنا الكل يبدأوا مشحمين والكل يبدأوا يوليوا فيهم ديتوكسين ويوليوا فيهم حتى الديجستيون متاعنا الجهاز الهضمي متاعنا ما يكونش معناه يخدم بطريقة صحيحة وطريقة عادية. تولي عندنا بعض الانتفاخات وكالغاز والبالون مو والكل سواء ما يكونش شحم, ينجم يكون فما برشا عباد عندهم مال ديجيستيون وعسر هضم وتكون كرشهم ديما منفوخه ماهوش شحم, نكون الكرش منفوخه. هنا كيفاش باش نعرفوا اسكو الغريس فيسيرال والا جوست بالونمون وانتفاخات؟ نجمو نعملوا دياغنوستيك باللامبيدونس ميتر باللاباري اللي تكون موجوده عند النوتريسيونيست ولا عند ميدسان. هذيك لاباري اللي باش تخرج لنا الكومبوزيسيون كوربوريل الكل, قداش عندنا في الكومبوزيسيون كوربوريل قداش عندنا بورسنتاج نتاع شحم, قداش عندنا بورسنتاج نتاع موسكل, قداش عندنا غريس فيسيرال, قداش عندنا ماء في البدن. خاطر ساعات واحد يبدا منفوخ والماء يظهر النفاخ يظهر على الكرش ولا يظهر في الساقين ولا في اليدين, اكثريته في اليدين تكون منفوخه برشا, يقول لك راهو عندي برشا شحم اوغ كو هو ما يكونش شحم يكون ماء. اول ايتاب يلزمنا نعملوها هي نعرفوا دياغنوستيك نتاعنا اسكو عندنا شحم عندنا ماء عندنا ميوسكل والا عندنا جوست انتفاخات اللي هي نجمو احنا وقتا نعالجوها بطرق اخرى اذا كانت تكون البالونمون ولا المال ديجيستيون وقتها فما طرق اخرى باش نعالجوا بها تكون يعني باثولوجي كرونيك هي ولا يكون عندنا الكولون ريتابل ولا برشا حاجات, والا اذا كان باش يكون شحم وقتها باش نختاروا شنو هو الريجيم ادابتي للعبد هذاك اللي باش يناسبه هو واللي باش ينقص له من البارتي اللي هو متقلق منها. قبل ما نتعداو للريجيم خلينا نفهموا الاسباب, منين يجي الشحم هذاك, شنو هي نوعيه الاكلات ولا نوعيه الحاجات والممارسات اللي نعملوها اللي تخلي الشحم يتراكم في اماكن معينه في بدننا. ايمان شو قبل ما نقولوا شنو نوعيه الماكله, الوقت نتاع الماكله اللي ناكلو فيه خاطر احنا باغ اكزومبل كي نقولوا سكر ماهوش السكر كيما ناكلو في الليل عند النوم كيما باش ناكلو في الصباح مع الماكله نتاعنا ومع فطور الصباح ولا مع فطور القايله, راهو يختلف. ماهوش السكر كيما ناكلو وحده كيما يكون مصاحب بسلطه ولا بطبق اخر, على خاطر باغ اكزومبل اذا كان انا كليت مخصوم تاع شوكولاته ولا كليت كيك ولا كليت حاجه حلوه, اذا كان كليتها
وحدها اذا كان كليتها وحدها ماهيش باش تعطينا نفس ليفي كو ناكلها انا باغ اكزومبل مع صحن نتاع سلطه ولا مع كسكسي بالخضره ولا مع سلطه مفوره ولا مع مرقه خضره ولا ماهوش نفس ليفي باش يكون على الجسم نتاعنا. علاش ايمان؟ خاطر الاطباق هذوكم يكونوا فيهم برشا الياف، الالياف نتاعنا باش تعمل ريغولاسيون للانسولين، الانسولين نتاعنا باش يبدا معدل في الدم ما يعملش هكا البيك نتاع الانسولين اللي هي تنجم طلع لنا السكر دانكو ومن بعد يتيح السكر. اول حاجه كي يتيح السكر نحسوا بالجوع اكثر وقت ناكل الحاجه الحلوه هذيك، ثاني حاجه باش تولي لنا البيك هذيك تولي تراكم لي الشحم اكثر وخاصه في منطقه البطن. وقت اللي تحكي على التوقيت والاوقات الماكله، وحنا اكثر شعب ظهر لي اللي ما عندناش نظام معين نتاع ماكله ايمان. توا في الصيف كي نحكيوا على وقت نتاع الماكله، انا نتقلق برشا من الصغار اللي يبداو في الفاكونس. دونك الصغار اللي في الفاكونس ما عودناهمش وما همش متعودين على انهم يقوموا يفطروا فطور الصباح اللي هو تريز امبورطون باش ناخذوه. اول حاجه فطور الصباح مهم ياسر على القيمة الغذائية اللي فيه، وثاني حاجة يخليك نهار على طول وماكش قاعدة تنوش وتاكل. سي توتا في نورمال واحد راقد 10 سوايع النوم العادي نتاعنا وزيد عليهم قدش من ساعة 6 سوايع أخرين الصباح ولا 5 سوايع زايدين، تلقى روحك راقد 12 13 14 ساعة. دونك باش تقوم ملهوف على الماكلة ويولي الفطور نتاع القايلة ديكالي، ومن بعد باش يولي كالتنويش نتاع العشية، وحتى في الليل في السهرية باش يولي واحد ياكل أكثر. إذا كان احنا نعاودوا ميسالش أصبح راقد نورمال، قوم افطر فطورك نتاع الصباح ومن بعد أرجع أرقد، راهو بهذاك نضمنوا اللي بعدك الغرينيوتاج وكالتفتيف والماكلة في وسط الوقت والماكله في الليل مأخر باش تنقص على الاقل 50%. وهذايا مشكل كبير اللي نلقاو عند الصغيرات، ونعرفوا انه نسب كبيره للصغيرات اللي قاعدين يعانيو من السمنه قاعده تمشي وتزيد، ومن الظواهر اللي وليت هكا مخطره في 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 تونس. خلينا نتعداو توا لكيفيه التخلص منها. احنا ديما نحبوا على الاستيس والا الريجيم المناسب والا الحاجات الطرق اللي تنجم تعاون. اول حاجه يلزمنا نعرفوا شنو نوعيه الدهون اللي عندنا غادي كذا، اول حاجه باش نعرفوا الريجيم هذا بدا لينا احنا شنو باش يكون بالضبط. وثاني حاجه ايمان ما نحطوش في مخخنا اللي احنا باش ندخلوا سو ريجيم ونعملوا فروستراسيون لبدنا، لا راهو احنا باش ناكلوا ماكله صحيه اللي باش تنفع لنا بدنا. كل حاجه نشوفوها نقولوا هذه باش تنفع لنا بدنا ميسالش ناخذوها، اذا كان تعرفها فيها مضره ميسالش ناخذوها مره اثنين في الجمعه ولكن نتفاداوها باش تكون كل يوم نقصوا منها. ثالث حاجه الوقت نتاع الماكله راهو فما دي سيكريسيون انزيماتيك هرمونال يصيروا في الاوقات نتاع الاوقات معناها نتاع المحدده للماكله اللي يلزمنا ناكلوا فيها، اللي هي فطور الصباح نتاعنا ما يلزموش يفوت 9 نتاع الصباح، فطور قايله ما يفوتش ماضي ساعتين، والعشاء ما يفوتش 8 نتاع الليل. دونك في وسط الاوقات ايمان ماذا بينا نقعدوا صايمين، خاطر عندنا الجهاز الهضمي نحسبوه كاينه ماكينه، الماكينه هذيك نهار كامل وهي تخدم كيفاش تحبها باش تعطيك نتيجه باهيه. دونك ما بينات الاوقات ماذا بينا نقعدوا ديما صايمين ايمان. ماذا بينا نتفاداو الماكسيموم نتاع حتى مرا باش تبدا تطيب وتبدا تذوق في وسط الماكله، ولا يبدا صغيرها خلى حاجه وهو هي تاكل في وسط الوقت، ماذا بينا لا نقعدوا صايمين. هاو في رمضان ما شاء الله علينا نشدوا رواحنا ونقعدوا صايمين بالنهار كامل 3-4 سوايع باش نقعدوا صايمين ما بينات لي غوبا، ماهمش باش يقلقوا ايمان برشا. نعاودوا رواحنا نشربوا كان الماء، نشربوا لي تيزان اذا كان فما قهوه ولا تي زاده ما يسالش، اما الماكله كاريمون ماذا بينا نتفاداوها. باش تقول لي حتى خضره وغله، لا راهي هذاك الكل الجهاز الهضمي باش يعني يقعد هو تعب ونهار كامل وهو يخدم في الفترات هذيك. في الفترات هذيك هذه سي تري امبورطون ايمان. اول حاجه تعلمنا الصبر، تعلمنا نشد رواحنا، ضيق لنا المعده نتاعنا ما عادش ناكلوا دي كونتيتي كبار، وزاد كيف كيف تخلينا ما نزيدوش في البوا بطريقه كبيره، خاطر وقتها الجهاز الهضمي باش يخدم في راحته ويهضم بالكدا، والميتابوليزم نتاعنا باش يعلى وباش يقوى. هذه البلوز امبورطون، اهم من ان ناكلوا ثلاثه واربعه مغارف ونحرموا روحنا نعملوا جو نتاع سفنيليا وهذاك الكل، من بعد نجموا نجتهدوا فيه والكاليتي تتحسن بشويه بشويه، ولكن لي غران ليني هما الاوقات. وفما لي زانتيغدي اللي باش نحكيو فيهم ايمان ماذا بينا نحسنوا فيهم الماكله نتاعنا، اللي هما اول حاجه الفارين البيضه، ماذا بينا في بلاصه ما ناخذوا الحاجات اللي بالفارين البيضه نجموا نعوضوهم بالفارين
كومبلي. احنا باش ناخذوا نفس لي كونتيتي نفس الماكله اما جوست باش نبدلوا الكاليتي ناخذوا باغ اكزومبل الخبز ناخذوا الخبز كومبلي، المقرونه باش ناخذوا مقرونه كومبلي. تقولي ايمان راهو عندهم نفس لابور كالوريك وكل، انا معاك راهو هو بيدو كيما الخبز الابيض كيما الخبز الاسمر، ولكن الخبز الاسمر انا فيه برشا الياف اللي هما باش يحسوك بالشبع اكثر وباش نستفادوا منهم في الريغولاسيون اللي قلت لك نتاع الانسولين اللي حكينا فيها قبالك. وثاني حاجة المقلي لفخيتور إيمان، راو احنا كل يوم قاعدين ناخذوا في المقلي امبليسيتمون ومانيش قاعدين فايقين برواحنا، لي مامون ونساء اللي قاعدين في الدار واللي قاعدين يطيبوا وطنجرتنا كل يوم تكون فيها راو مقلي واحنا مانيش حاسين. تقلية في الماكلة ماذا بينا نبعدوا عليها بالحق، نبعدوا عليها كاريمون. راو كي تطيب في البارد كيما باش تقلي الماكلة، راو كي تقلي الماكلة راو الماكلة هذيك محروقة اما انت ماكش شم في الريحة نتاعها، خاطر فما لي زيبيس وفما تومات وفما الهريسه العربي والتفويح والثوم وكل باش تنحي الريحه، اما هو راهو الزيت هذاك محروق، الطنجره تقعد تطيب بساعه ونص بساعتين والزيت مقلي، دونك هذاك راهو زيت تحرق. الزيت المنفعه نتاعو الفيتامين او راهو يقعد اذا كان احنا نحطوها لي ديغنيغ مينوت نطيبوا في البارد والزيت باش نستنفعوا به من المنافع نتاعو نجموا نحطوه في الاخر ونقصوا نتاع لي كونتيتي نتاع الزيت. اكثر حاجه تنجم تسمن راهي هي الزيت، خاطر ساعات الماكله نتاعنا تبدا ما شاء الله اذا كان باش نعملوا مقرونه ولا باش نعملوا حاجه تكون زيته برشا نقصوا الكونتيتي نتاع الزيت لو بلو ماكس بوسيبل. اذا كان احنا مرقتنا فيها الزيت ماذا بينا باغ اكزومبل في السلطه نقصوا ما نفوتوش مغرفه للعبد الواحد نتاع الزيت، نستنفعوا بالمنافع نتاعو وما يسمناش اكثر. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي هو السكر. السكر راه نجموا ناكلوا حاجات سكري فيها منفعه كيما مثلا الغله كيما العسل، ايمان القهوة متاعنا نجمو نحطو فيها مغرفة متاع عسل تكون نفس الكو اللي احنا استنسنا بيه وناخذوا المنفعة متاع كالحاجة هذيك وما نضروش بدنا ونقصوا السكر لو ماكس بوسيبل. وإذا كان فما حاجة سكري باش ناكلوها ديريكتومون بعد الماكلة إيمان كيما قلنا. هذوما أهم النصائح إذا كان تجربوهم تتخلصوا من الدهون. المسألة يحب لها برشا إرادة برشا نظام، وخاصة أنك تنطلق في الزاتوس هذوما باش تنجم على بكري تتخلص. ولهنا مانيش نحكيو على استيتيك ومانيش نحكيو على زين ومانيش نحكيو على بدن، نحكيو على صحتنا والتاثيرات الشحم هذاك المتراكم على البدن على صحتنا. كل الشكر ليك اخصائيه التغذيه شيماء العياري كيف العاده تأنسنا، وكانت هذه بوان سونتي. عندي سؤال فقط ليك شيماء توا وين ريتو من عند واحدة من المستمعات صديقتنا سونيا بن معاد، تقول لك الإنسان المريض بالسكر كيحس بالجوع شنو يعمل؟ الانسان المريض بالسكر عنده خطر لي بيك كيما قلنا نتاع الانسولين، ديما يطلع السكر ومن بعد يهبط انكو، دونك يحس بالجوع فيسع فيسع. دونك انا ديما نقول راو الدواء نتاع السكر بخلاف الدواء اللي احنا ناخذو فيه، راهو عندنا الدواء في الدار، راهو الخضره قد ما ناكلو خضره قد ما نضمنو اللي السكر نتاعنا معدل، قد ما ناخذو الالياف وقد ما تكون الخضره نيه قد ما السكر نتاعنا معدل. عندنا ما شاء الله فاريتي كبيره نتاع الخضر نتاعنا، اذا كان تاكل الخضره قد ما انت تنجم في النهار خضره نيه بيان سور كي نقولوا خاطر فيها الالياف نتاعها تكون اكثر قد ما ناكلوا، ومعنا بيرميسيون في الخضره النيه الكل. راهو باغ اكزومبل السفناري كي تجيب الاندكس جليسيميك نتاعها يعلى ماذا بينا يبعدوا عليها مرضى السكري، ولكن كي تبدا نيه نجموا ناكلوا منها قد ما نحبوا ما تقلقناش. دونك قد ما تاكل خضره نيه قد ما تضمن اللي السكر نتاعك باش يكون معدل. هذه فرصه اذا كان واحد جاع اوكي يحط بول نتاع حاجات كرو نتاع الخضره تبدا تكون نيه وياكل منها قد ما يحب. كي نقول كي نقول النيره خضره ايمان، الغله تولي فيها مشكل خاطر فيها الفركتوز وماذا بينا مرضى السكري ما يكثروش منها، وفما انواع نتاع غله كيف كيف ماذا بينا نقولوا لها عليهم تبعد عليهم. البطاطا والسفناريه طايبين ماذا بيا تبعد عليهم، البنان الكرموس العنب الدقله هذوما زاد ماذا بينا في الغله نبعدوا عليهم لو ماكس بوسيبل. يعطيك الصحه، ان شاء الله نكونوا جاوبناك مدام سونيا. احنا نكملوا معاكم بالموسيقى في ويكاند على الكيف، نرجع لكم بعد شويه نرفي الفاشينيستا بالانيقه نتاعها كيف العاده. فاشن بوليس تستناكم واستوس مزيانه باش تعطيها لنا اليوم في علاقه بالصيف والسخانه والانيقه تكتشفوها معنا في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش. منك نسمع اسمع الغرايب والعجايب واقوى الحكايات في بولاري.